بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم محبكم إبراهيم الهبطي، إمام مسجد عائشة أم المؤمنين بطنجة. فبداية أقول للمشاهدين الكرام، عيدكم مبارك سعيد، أدخله الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله تعالى، والصحة والعافية وكل المتمنيات. ف بما أننا نمر في هذه الظرفية الصعبة وفي هذه الحالة الحرجة التي تمر بها بلادنا، فلن يتمكن الناس من صلاة العيد في المسجد، وكثيرا من الناس يتساءلون كيف نصلي صلاة العيد فهي سهلة ولله الحمد، كما أجاز بعض العلماء أنها تصلى في البيت ركعتين، أي ركعتين العيد بدون خطبة. هذه هي الكيفية، فتصلى ركعتين بدون خطبة، يعني هذا أجمع عليه العلماء. كاين بعض العلماء عن القوى أقوال لكي يقولوا بأن الخطبة ممكن تزيدها الإنسان، ولكن الراجح والذي اتفق عليه العلماء هو هكذا، أن تصلى صلاة العيد إن شاء الله ركعتين بدون خطبة. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة إن شاء الله، وأزمنة مديدة، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.